نعيد إحياء بعض النباتات البرية ونعيد الحياة الفطرية في بر الكويت. وجتنا الفكرة وسيجنا لنا بسيم يعني شبك خفيف علشان نمنع دخول الغنم والإبل وكذلك السيارات، لأن هذول الثلاث مكونات هذه اللي تدمر البيئة. والحمد لله أثبتت الأيام عقب 5 سنوات من هذا النشاط، ثبت لنا أن القاع ردت حياة الحمد لله. حتى الطير والله العظيم يستانس الحين عندنا، كل يعني كل من دخلها سبحان الله يعني استانس وناسة، يعني كثير من العوائل والله يعني ترحمون لنا ويدعون لنا بالخير على اللي احنا سويناه. السيارة يعني تذبح القاع وتذبح البيئة، فالناس سبحان الله يمكن انت شفت المحمية عندنا وشفته يعني تجي وتاخذ لها عصرية وتشوف الربيع وتشوف النباتات اللي انقرضت ردت الحمد لله بفضل من رب العالمين. الآن هذا جهد ذاتي، ولا نطلب أبدا أي شيء من الحكومة، هذا واجبنا ككويتيين. الدولة ما قصرت معانا والحكومة ما قصرت معانا، حنا بس نبي من المسؤولين أن يكافئونا مكافأة، مو مكافأة مالية ولا مادية، تشجيع فقط. وإن شاء الله نشوف أن يعني الفكر هذا يتطور ويصير في جميع مناطق الكويت، أن الناس يعني تحمي ويكون هناك رخصة من هيئة البيئة وتشجع المواطن اللي هو بجهد ذاتي قاعد يصرف على 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 على, على هذه البيئة. كل أهل الكويت ضيوفه، الساعة المباركة وبرك الساعة.